كود مودرن وورفير الجزء الثاني. بدي اعلمكم بهذا مقطع الفيديو كيف تفتح كل الأسلحة وكل الاتاشمنتس. في طريقة لتقدر تفتحهم كلياتهم وما يكون ولا سلاح مقفل مثل ما انا عامل. وباخر الفيديو بدي اقلكم كيف تفتحوا السلاح المخفي والسكن تاعه. خليكم معي. ان شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين. معكم اونست من قناة اونست ارت. مثل ما حكينا بالانترو بدي اعلمكم كيف تفتحوا كل الاسلحة واكيد في سلاح كمان في سكين مخفي. بتمنى منكم بس الاشتراك بالقناة وخلينا ننتقل للمقطع ونشوف كيف منفتح الاسلحة تعول كود مودرن وورفير الجزء الثاني. لنبلش نقلك كيف تفتح سلاح ورا سلاح. اول سلاح بيكون مفتوح بتمكسه ليفل 19 بيفتح الام 4 وبيفتح الام 16 من بعدها. رابع سلاح هو مفتوح هيدا وما بيتلفل نهائيا. اما التاك 56 بدي قلكم باخر المقطع كيف بينفتح وشو هو السكن تاعه. هيدا سلاح رهيب جدا سريع مثل الجراو. اذا بتذكروا الجراو هيدا بتحسوه مثل الجراو. ننتقل للباتل رايفلز الاف تي اي سي ريكون. بتفتحه عندك بيكون مفتوح بتمكسه على ليفل 22 من بعده بيفتح كمان اللانشمان 762 بتمكسه على ليفل 12. اما الاس ام جيات الام بي 5 بيكون مسكر اول سلاح الصب بيكون اللي هو الام بي 5 بيكون مسكر. بدك تمكس الاف اس اس بتمكسه بيرجع في جلتش لحتى تنقل سلاح الام بي 5 تفتحه. كمان هحط لكم اياه بالوصف تقدروا تمكسوا الام بي 5. اما سلاح الفينيك 45 هيدا بيفتح على ليفل 25. لما تكون ليفل 25 بيفتح معك هيدا السلاح. السكن كتير حلو اكيد ما فيك تلفله ولا تعمل فيه اي شيء بس بيفتح معك سلاح وبتحطه. اما الشوتجن ما بيتلفل وما بخلقه فاتح ما فيك تعمل فيه شيء. شوتجن واحد بكل اللعبة. الام جي منبلش بال 556 من بعد ما تمكسوا على ليفل 15 بيفتح راف اتش. وكمان بدك تمكس الماركسمان ليفتح اخر الام جي بيكون على قفل ليفتح اخر الام جي. الماركسمان رايفلز هو مثل السنايبر السريعه. اول وحده بتتمكس على ليفل 12 وتاني الام كي 2 كمان لما تمكس الام اس سنايبر بيفتح معك. اما سنايبر الاخيرة بتفتح لما تمكس الماركسمان رايفلز او ما تفتح اول وحدة بتفتح هي الاخيرة. بدي انتقل هلا معكم لفرجيكم السلاح اللي قلتلكم عنه مع سكن الخرافي هذا هو الاخضر. السلاح اخر واحد بالاسلت رايفل بيفتح معك لما تصير ليفل 30 تخلص كل الليفلات تعولك ليفل 30 بيفتح معك تاك 56. هيدا اخر سلاح بتفتحه وهيدا هو سكن. بتمنى منكم اشتراك بالقناة واكتبوا لي بالتعليقات شو ما بتعوزوا شو ما بتحتاجوا وان شاء الله فيديوهات تانية على مودرن وورفير 2. يعطيكم الف عافيه.